لك أهلين بأغلى الأحبة وأحلى الأصدقاء. هذا الفيديو كان عملته لكم الآن مباشرة بعد البت المباشر الذي عملناه مع بعض. أشكركم أحبائي على متابعتكم للبت المباشر وعلى المشاركة والتفاعل في البت المباشر. لكن أحبائي ما لاحظتوا في البت المباشر هو التخوف الكبير لدى عدد كبير من الناس. عدد كبير من الأصدقاء متخوفون يعني على إقامتهم، متخوفون من اللغة الألمانية، متخوفون من الإقامة، متخوفون أن يتم سحب أوراقهم أو يتم إرجاعهم إلى بلدهم، متخوفون أن لا ينجحوا في الدراسة، متخوفون من الأوسبيلدونغ، من الزواج، من الرفض. أمور كثيرة صراحة انتابتني من خلال البت المباشر، لذلك عملت هذا الفيديو. أريد أن أقول لكم لا مجال ولا مكان للخوف. وطبيعة الحال كل شخص لما يأتي جديد إلى بلد جديدة كيكون عنده شيئا ما تخوف، هذا الشيء طبيعي 100%. لكن أن تعيشوا يعني تخوف رهيب وتخوف من المستقبل ومظلم، وأيضا في الإنترنت وفي اليوتيوب تنتشر إشاعات من عند ناس ليسوا مصدرا للثقة، لا تركزوا على تلك الأمور. إذا لاحظتم بعض الفيديوهات من عند ناس لا تعرفوها يعني غريبة تقوم بنشر إشاعات إرجاع كل السوريين على سوريا، إرجاع كل العراقيين على العراق، إرجاع كل ناس من المغرب الكبير على بلدانهم، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، إرجاع المصريين، إرجاع اللبنانيين، السودانيين. كلام فارغ أحبائي. لماذا فارغ؟ من لا يعمل شيئا يعني يمكن أن يؤدي إلى إرجاعه إلى بلده لا يخاف. أنتم ولله الحمد جئتم إلى ألمانيا، ألمانيا بلد قانون، ركزوا فقط على الأمور وحاولوا أن تعرفوا حقوقكم، حاولوا أن تعرفوا واجباتكم، لا تجعلوا موظفا يعني موظف الأوسلاند بهردل أو موظف يعني مكتب اللاجئين أن يحكم ويقرر في مصيرك أو في مصير أهلك. حتى إذا جاءكم قرار طعن يعني قرار طرد حاولوا أن تطعنوا فيه، لكن لا تجعلوا للخوف مكان. ركزوا في الأمور المهمة، ركزوا في اللغة، اللغة اللغة اللغة. البي أينز ليس كل شيء، البي أينز فقط بداية بداية، لكن البي أينز مهم. عندما تحصلون على إقامة سنة أو على إقامة 3 سنوات وتنتهي تلك الإقامة، فإن موظف الأوسلاند بهرد سوف يطلب منكم من أجل تجديد الإقامة لسنتين أخريتين أو لإقامة دائمة، سوف يطلب منكم شيء مهم، سوف يطلب منكم شهادة البي أينز والسياسي. لذلك شهادة البي أينز هي كمستوى في ألمانيا تشبه محاربة الأمية، لكن تلك الشهادة جد مهمة من أجل حصولكم على تجديد إقامة. لكن ناس لم تحصل على البي أينز، لم تنجح بالسياسي، تهمل اللغة، هؤلاء الأشخاص ويقولون لك يريدون أن يطردوني، طبعا لأن هذا الشخص لا يعمل، لا يعمل. لذلك ركزوا كثيرا على اللغة ولا تخافوا. عندما تنتهون من اللغة ركزوا أي خطوة ترغبون، تريدون مباشرة الشغل، إذن بالبي أينز يمكنكم أن تذهبوا مباشرة إلى سوق الشغل. لكن إذا كنتم ترغبون بدراسة بأوسبيلدونغ، بشغل في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الإلكترونيك، في مجال الكيمياء، في مجال مهم، ركزوا على البيتسفاي.
وهكذا وهكذا، لكن لا تجعلوا مكان للخوف، لأنه لاحظت بأنه كثير من الناس متخوفين. أرجوكم حاولوا دائما أن تسألوا، اسألوا 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 اسألوا، لا تخافوا لا تخافوا. أنا قررت إن شاء الله مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع سأعمل لكم أيضا بث مباشر كي نقضي على الخوف، نريد أن نقضي على الخوف. عندكم أيضا فرصة أنكم تعملوا مشروع خاص بكم، مشروع خاص بكم في ألمانيا. عملت لكم فيديو كبداية كيف الواحد يمكن أن يقدم على مشروع، كيف الواحد يمكن أن يعمل مشروع، سوف أكتب لكم أيضا في هذا المجال. لا أريد أن يدخل إلى قلبكم الخوف، لا تهتموا إلى طرد إلى آخره. أنتم تعرفون يعني لماذا أنت ستتخاف؟ أنت تذهب إلى المدرسة، أنت حصلت على البي أينز، أنت تدرس، أنت تعمل الأوس بيلدونج، أنت تشتغل، أنت لا تعمل مشاكل، لماذا سوف يطردوك؟ لا يوجد شيء يجعلهم يطردوك، لكن الناس التي لا تعمل شيء ويتم طرده يكبرونها في الفيسبوك وفي اليوتيوب، هذا لقد قاموا بطرده، الآن يطردون كل السوريين، كل المغاربة، كل العراقيين، كل الجزائريين، المصريين، التوانسة. طردوا هذا الشخص لماذا؟ لأنه لم يدرس، لأنه يعمل مشاكل مع المجتمع، يعمل مشاكل مع الشرطة، يعمل مشاكل مع كذا، يعني ليس فقط طرد واحد من جنسية بلدك، هم يطردون كل الناس من تلك الجنسية، لا، هم طردوه. اسأل لماذا طردوه؟ يعني بعض الناس في الانترنت اللي عندهم مواقع انترنت يكذبون على الناس، واحد طردوه يقول لك الآن يطردون كل أصحاب تلك الجنسية، وهذا افتراء وهذا كذب، لا تصدقوه. دائما انظروا لماذا طردوا هذا الشخص، ماذا فعل هذا الشخص كي يطردوه، يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى طرده. لا تقارنوا نفسكم بأحد، لا تقارنوا أبدا نفسكم بأحد، دائما انظروا إلى نفسكم كشخص مميز، كإنسان مميز. قل أنا مميز، هو طردوه مشكلته، أنا لماذا سوف يطردوني؟ ركزوا فقط بأسرتكم، بعملكم، بشغلكم، تعرفون الأمور. أنا فقط لاحظت هذا الخوف الكبير يعني في قلوب الناس على البث المباشر، وأحببت أن أعمل لكم هذا الفيديو كي أقول لكم أرجوكم لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا. مهمتي في هذه القناة هو تنويركم، أن تعرفوا حقوقكم، أن تعرفوا واجباتكم، وإذا عملتم على الخطوات التي نعطيها في هذه القناة فلا مجال للخوف إن شاء الله. إذا كانت عندكم أسئلة اكتبوها هنا أسفل الفيديو. سوف أقوم ابتداء من الشهر القادم، شهر 11، باستمرار في مسارنا التعليمي، مسار البيتس باي ومسار التسي أينز ومسار التسيتس باي، سوف نشتغل عليهم أيضا في شهر 11، وإن شاء الله لا مجال للخوف. سوف أعمل لكم كثيرا البث المباشر إن شاء الله كي نزيد وكي نتقرب يعني أكثر من بعض، وأستطيع أن أجيب على أكثر الأسئلة التي تشغل بالكم. استفسار بسيط قبل أن ننتهي من هذا الفيديو، هناك بعض الأصدقاء يعني يسألوني أن أكثر لهم في الجمل، وهناك أصدقاء يقولون يريدون أيضا في مجال الجراماتيك، وهناك أصدقاء يطلبون أيضا يعني صرح سؤال لكم وأريد منكم إجابة. قبل أن ننتهي من هذا الفيديو أريد أن نقوم باستطلاع للرأي، استطلاع أيضا مهم بالنسبة إلي كي أزيد وأقدم لكم الأشياء التي فعلا تعجبكم وفعلا تفيدكم. أريدكم أن تكتبوا أسفل الفيديو ما هو أو ما هي يعني نوع الفيديوهات التي تحبونها أكثر في هذه القناة. مثلا إذا كنت تحبين في مجال اللغة الألمانية اكتب أسفل الفيديو اللغة الألمانية، أو الأمور الخاصة بالإقامة،
أو الأمور الخاصة بالأوسبيلدونغ، أو الأمور المتعلقة بالشغل، أو الأمور المتعلقة بالجوب سنتر، أو الأمور يعني ال 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 ما هو المجال الذي يعني أو ما هي الفيديوهات التي تحبونها أكثر في هذه القناة؟ لماذا؟ لكي أعرف ما هي الفيديوهات أو البث المباشر، لكي أنا أيضا يعني أقدم لكم وأزيد أتطور وأقدم لكم الأشياء التي فعلا أنتم تحبونها والتي فعلا أنتم تفيدكم أكثر وأكثر. لذلك جد متشوق لقراءة آرائكم، اكتبوها أسفل الفيديو ما هي الفيديوهات وما هي الأنواع التي تحبونها، وأنا سوف إن شاء الله بإذن الله أكثر من هذه الفيديوهات. أشكركم على المتابعة، أشكركم جدا جدا جدا، وإن شاء الله الأسبوع المقبل سأعمل لكم بث مباشر جديد ونجيب على أسئلة كثيرة. إلى اللقاء أحبائي، ومع السلامة.